وللقى المزيد من الأضواء عن التمرين حرس المملكة واحد، ينضم إلينا من القاهرة السفير محمد أشرف حربي مستشار في مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية. سيد حربي، هل لك أن توضح لنا أهمية هذا التمرين في رفع جاهزية الأمن في المملكة لمواجهة آفة الإرهاب؟ طبعا التمرين ده يعتبر التمرين الأول من نوعه في منطقة الخليج، وأيضا يمكن في المنطقة كلها، نظرا لانه بيجمع ثلاث قوى الامنيه، وهي قوه الدفاع البحرين، وايضا وزاره الداخليه، ومعهم الحرس الوطني. ناهيك عن ان هناك تدخل قانوني ايضا او اجرائي، وهو النيابه العامه، يعني ياخذ الشكل الامني مع الشكل القانوني لحمايه امن الوطن وحماية أمن المواطنين. التجربة هذه تجربة طبعا بنقول إنها تجربة سابقة من نوعها، وأيضا هي أخذت من تجارب وفعاليات وعمليات تم إجراءها في عدد من الدول الأخرى على المستوى الدولي أو المستوى الإقليمي. أهم شيء في هذه العملية وهي أن هناك حوار وطني ايضا مع الاهل او المواطن، واهميه دور المواطن في ان يكون هناك مهارات امنيه وهناك تفاعل امني ايضا لحمايه المنشآت والمؤسسات العامه للدوله، وايضا حمايه المواطن نفسه وممتلكاته الخاصه. نعم، طيب سعادة السفير، أنتم كمستشارين كيف تنظرون لأهمية هذا التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية داخليا في مملكة البحرين، وأيضا التنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية لدول الإقليم من جهة أخرى، طبعا بهدف مكافحة الإرهاب واجتثاث منابعه؟ طبعا الهدف الرئيسي هو مكافحة العمليات الإرهابية، لأن الإرهاب أو من يقومون بالعمليات الإرهابية هم عبارة عن خيالات، يعني لا تستطيع أن تقول هذا هو عدوي وسوف أقاتله وجها لوجه. لا، العمليات بتتم بطريقة مفاجئة وفي أي مكان وفي أي وقت، والذين يقومون بها أيضا عبارة عن مرتزقة أو عبارة عن بعض الأشخاص أو بعض الميليشيات التي تقوم بهذه العمليات ومدربة عليها بتدريب عالي جدا. وبالتالي نحن نرى أن التنسيق والتعاون ما بين الأجهزة الأمنية المختلفة، زي ما أنا قلت في الأول، هناك تعاون ثلاثي ما بين قوة الدفاع أي الجيش، وبين وزارة الداخلية أي الأمن الوطني، وبين الحرس ايضا الحرس الوطني. نعم. وهو القوة التي تقوم بالحماية العامة او التنسيق العام او حماية المؤسسة. نعم. نفسها او الدولة نفسها. طبعا هناك اتصالات بتقوم بها هذه الجهات، او هناك تعاون بين هذه الجهات والجهات الاخرى في دول الاقليم لدرء العمليات الارهابيه، او زي ما بنقول الاستباقيه، يعني مش نستنى لغايه لما هم يقوموا بالعمليات الارهابيه، لا، هناك معلومات يتم تبادلها، هناك تحركات بتقوم في دوله من دول الجوار بنتنبا بها، وبالتالي يتم ادلاغ الاجهزه الصديقة بهذه المعلومات وهذه البيانات أو هذه الشكوك أو الاحتمالات. يعني يجب أن يكون هناك عملية استباقية، أي أن احنا مش نستنى لما ندافع، لا، احنا لازم نكون عندنا الاستباقية في حماية الوطن وحماية إذن السفير محمد أشرف حربي مستشار في مركز الخليج للدراسات السياسية، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك.